واحكي لها ما جرى واشكي لها هم. بيي كان ملتزم من منذ البدايه لهلا، يعني ما راح يغير، صار عمره 67 سنه ما بفتكر راح يغير، وعلمنا نحن كمان نكون ملتزمين بفننا، مش فقط هي الغنية الملتزمة، هي كمان مسافة تكون ملتزمة. هو من أهم رموز الأغنية العربية الملتزمة، غنى السلام، الحرية وعشق الأرض، كما غنى الإنسان، مزاوجاً في حفلته هذه بين تقليد عهدناه به وحداثة يطرق بابها. اللي بجرب جيبه أنا على المسرح هو نتفة جنون، نتفة كمان إذا بدك اختبارات جديدة بالصوت، بالطريقة اللي بلعب فيها البيانو، بالطريقة اللي بنقدم فيها الغنية. هو الفن على امتداد الأجيال، يتأرجح بين حنين الماضي ورؤى المستقبل، صياغة جديدة لحضور الفنان خليفة. عظيم مع الموسيقى، لا شوي صعبة بس. مارسيل خليفة بالنسبة لنا هو نوستالجيا، يعني نحن فايقين له أيام الجامعة وأيام الثورة والدم الحامي وهالأغاني الحلوة هيدي. بقى هلا عرفنا كمان انه في امتداد تاني له من خلال ابنه، واجينا اكيد لحتى نتفرج عليه. هو نموذج وهو مثال للنضال، ومثال لكل انسان ملتزم بحب وطنه، ببلده، بارضه، بترابه. للاغنيه الملتزمه حضور على الساحه الفنيه اللبنانيه، وان تغير زمانها ومكانها. درجة غفري لبرنامج اليوم على الحره، جبل لبنان.